على خلفية الاعتداءات المتتالية على الصحفيين، بادر حزب الأمان بتنظيم ندوة صحفية تنجد بشدة مثل هذه الاعتداءات الموجهة ضد الصحفيين، واصفة إياها بالهرسلة والإرهاب، وداعية بذلك كل الأطراف لتكاثف الجهود من أجل إعلام ديمقراطي تعددي وحر. نختارهم كما قال السيد معزي العقيلي، شكون يتكلم في الفيديو الاخر، وما نختاروش الناس اللي ضد واللي ينادوا بهذا الدستور هذايا اللي قيل عنه كثير. بالنسبه للعنف المسلط على الصحفيين هو ظاهره خطيره، يعني سوف يؤثر على حرية التعبير في تونس وكذلك على المسار الديمقراطي بصفة عام. كما أنوه أيضا إلى يعني العنف المسلط على نواب الشعب، يعني لاحظنا منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 أن عديد النواب تعرضوا إلى العنف، ما سواء العنف اللفظي أو العنف المادي. ناقوز الخطر شعل قدامنا، معنى التعدي على حرية الإعلام للي ما يعرفش راه التعدي على حرية التوانسة الكل في حق من النفاذ المعلومة. هذا سي بديهية، إذا كان أنا تضرب لي إعلامي مش يجيب لي المعلومة سيك ضربت لي حقي كمواطن في النفاذ إلى المعلومة هذه. وإحنا بالمبادرة هذه وإن شاء الله ماشي نواصلوا في العمل هذا، على خطر بالنسبة لنا حرية الإعلام خط أحمر، حتى واحد لا عنده حق تعدي على الواحد. وبالنسبة لنا الشعب التونسي ولا ماشي فرز المشهد الإعلامي من بعد، إحنا بالنسبة لنا الإعلاميين الكل عندهم الحق في اللي يقولوا واللي يعملوا، واللي عنده حاجة مع الإعلاميين لا يجب عليه اللجوء لا للعنف اللفظي ولا للعنف البدني، ويكمل إذا كان عنده مشكلة مع الإعلام ثم قضى. وفي نفس الإطار تم الإشارة إلى أن هذا النوع من العنف والتدجين والتهيج نلاحظه كلما تقترب الانتخابات، حيث تزيد وتيرة الاعتداءات. هو لازم يصير ضغط يعني ميداني على السلطة والحكومة وعلى أجهزة الدولة من جهة وعلى السياسية من جهة أخرى. ثاني حاجة لازم نضع حد إلى ظاهرة الإفادة من العقاب، وعمليا كيفاش لازم نعمل الحق العام اللي نتاع الصحافي، اللي هو أيضا حق يعني المجموعة العامة، يعني حق الشعب الكل، تحميه النيابة العمومية. وقد تم التأكيد على ضرورة الضغط على السلطة الحاكمة لحماية الصحفي أثناء عمله، فهي المسؤول الأول عن هذا. يعني ما يروق لهمش وما يحبوش أنه الصحفي هذا يغطي أحداث ممكن ما تخدمش مصالحهم، أو ما يحبوش أنه الصحفيين هذوما ينوروا المواطن التونسي، يوصلوا له المعلومة، حق المعلومة حق مقدس، يوصلوا له ايش قاعد يصير في بلاده على كل المستويات. فبالظاهر أنه فما ناس يعني أطراف سياسية قاعدة تحرك في ميليشيات اللي هي روابط حماية الثورة واللي في الاتحاد عم تشتغل. احنا أكثر ناس يعني تعرضنا للاعتداء من طرف هالروابط هذية، وتعرفوا الاعتداء 4 ديسمبر، فودعينا اللي حلينا الروابط هذوما اللي مثلوهم من خطر على الانتقال الديمقراطي ولا تحقيق الحريات وتحقيق الديمقراطية في البلاد هذه. 300 صحفي تعرضوا للاعتداء في أقل من سنة، واليوم هي فرصة لوضع النقاط على الحروف ولوقف هذا السيل من الاعتداءات والعنف.